أنس شوف شكون اللي بيدوي اللي بيدوي مزيان. إذن صباح الخير ومرحبا بكل متتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذه المباشر. دائما نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية في كل مباشر على قناة شوف تي في وبالضبط من مدينة مراكش ونواحي مدينة مراكش. اليوم حنا بدوار بوكديرة، نعاود نأكد بأنه حنا على مستوى دوار بوكديرة التابع لجماعة السلطان عمالة مراكش، يعني الطريق الرابط ما بين مدينة مراكش وأمزميس. هذه تكون لكم هذا المباشر، هذا بالنسبه لكم هذه تعتبر صدمه، صدمه كبيره. كيف يعقل هاد الناس يعني من شهر ماي، يعني من بدايه شهر ماي، يعني وهاد الناس هادو عايشين مع واحد الحفره اللي حفره غائره، واحد الحفره نقدروا نقولوا بانه غارقه بواحد الشكل كبير ما يمكنش يعني تقبلها العقل. ولكن هاد يعني قام كما وصلنا للعلم ديالنا انه المجلس الجمعي جماعه السلطان السلطه المحليه المسؤولين كلهم جاوا قاموا بزياره هذه الحفره هذه الكبيره التي تشاهدوا معنا الان. يعني للاسف يعني تفاجات هذه السيده اللي بالقرب من هذه الحفره بانه خرج لها قرار ديال الافراغ من المنزل، لان المنزل ديالها يقدر في اي لحظه هذه يطيح. ففي عوض كما تقول يعني الساكنه ديال هذا الدوار البوكديره، عوض ان ما يكونش تدخل لطمر هذه الحفره هذه، يعني يسدوا هذه الحفره هذه وعمروها بالتراب. تفاجؤوا بانه جاهم قرار ديال الافراغ، انه المنزل ديالهم اي للسقوط. يعني حنا غادي نحاولوا نقربوا لكم هذه الحفره هذه باش تشوفوها وتشاهدوها من خلال هذا المباشر بطبيعه الحال. ربما هذه تكون هذه النظره او النظره ديال الالقاء على هذه الحفره هذه تكون صدمه بالنسبه لكم جميعا المتتبعين، ولكن هذه هي الحقيقه. وهاد الناس تيحاولوا تيتعايشوا، ما تخافش تيحاولوا تيتعايشوا يعني مع هذه الحفره كما تشوفوا. ما شاء الله يعني حفره كبيره وكبيره بزاف كما تتبع معنا من خلال المباشر. يعني حفره ما يمكنش انها تصور. نتمنى ان تكون عدسه ديال يعني الهاتف تكون قربتكم شويه من هذه الحفره. نشوف هذا هو المنزل اللي جاء الافراغ، يعني جات انذار ديال ان خصو الاخلاء من يعني من المنزل، لان هذه الحفره هذه كيف ما تشوفوا معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر. يعني انتم تشوفوا هذا هو الحال ديال هذه الحفره هذه، تبارك الله ما شاء الله يعني كبيره بحال الناس ديال القدام ديال مراكش اللي تعرفوا مراكش، يعني داير بحال شي خطره كبيره تبارك الله ما شاء الله. وهذا الشيء تيهدد السلامه على هاد الناس هادو، تينعسوا وتيفيقوا على هاد الحفره هذه كل يوم. تيقولوا هاد الحفره هذه قدر انها تزيد تمدد تحت المنازل، ويقدر انها يعني تؤدي الامور خطيره وخطيره جدا. نشوف بان كاين قنوات الصرف الصحي، كاين بزاف الحوايج اللي دايزين تحت هذه الحفره هذه. ولكن السؤال علاش هاد المسؤولين، لا سواء رئيسه المجلس الجماعي لجماعه السلطنه والمجلس والتقنيين وكلهم جاوا قاموا بالزياره، علاش يعني رجال السلطه رجل السلطه الاول يعني بجماعه قيادته جماعه السلطنه جاء قام بالزياره لهذا المكان فقط؟ ربما انه بناوا على تقارير باش انه يتم رفع المسؤولين، ولكن علاش الحدود الساعه ما كاينش شي تدخل باش انه يكون طمر هذه الحفره؟ كيفاش طمر هذه الحفره انه تعمر بالتراب وتسد يعني ونحميو هذه العائلات ونحميو يعني من هذا الخطر، الخطر اللي يقدر يكون سبب يعني فقط السياج. شكون اللي دار هذه الميكا هذه دورها بعدو؟ هلا شكون اللي دار هذه؟ هاد الميكا هادي شكون اللي دارها؟ نتوما
صافي. علينا يعني يعني الساكنه ديال هذا المنزل هما اللي يدوروا هذه الميكه كما تشوفوا باش انهم يحميوا يعني الوليدات الصغار ديال الدوار باش انهم ما يبقاوش يبقاو يحنقزوا قدام الحفره. ويعني في حين انا ما كانش ما اتخذتش شي اجراءات من طرف المجلس الجامعي ديال جامعه السلطان ولا القياده باش انه تحت علامه ديال التنبيه ولا انه يتم يعني سياج هذه الحفره هذه الى حين خروج قرار بخصوص هذه الحفره كبيره بدوار بوكديره. لا لا السلام عليكم، واش يقرب يديا هنا؟ شكون اللي انت اللي بغيت تدوي مهمتي ياك؟ تفضل اجي هنا مهمتي. بغيك تعاودي لنا امتى بدات هذه الحفره هذه؟ امتى بانت هنايا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم عشا محمد السادس عشا الملك. راه حنايا هذه الحفره من شهر 5 وحنا تنعانيو منها 3 شهور. دابا 3 شهور هذه وحنا طالعين في هذا، راه حنا قالوا لينا خرجوا، خرجنا كرينا ما خلينا فين مشينا، راه رجعنا لمحلتنا، راه ما لقينا ما نديرو، ما عندنا واد، ما عندنا كل شيء مقطوع علينا، ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا باش نكريو. رحنا كرينا شهرين كملات، قالنا مول الدار خرجوا، رحنا ردينا وليداتنا، رحنا في الخطر حنا وياهم. نسولك مهمتي كيفاش تبانت هذه الحفره هذه؟ والو وليدي واحد النهار، نهار الجمعه مع يلاه الناس صلاو، يلاه صلاو تنسمعوا بام، ما كان دايره لا علامه لا يديك لا يخليك. راه واحد مول الموتور مسكين عليه ما يطيح فيها هو موتورو، جاب الله حبس وهي طيح طلعت العجاجه تيتسحبنا. فين مشى صاحب داك التراب؟ الله اعلم بيننا وبينه، ما شفناش حنا لا فين مشى ولا منين جا. وبقينا تنعاني ومشينا للجماعه وطلبناهم زوجناهم، حنا مزوجين في الله وفي الملك، الى ما يجيو يغطيونا هذيك الحفره على وليداتنا. طاحوا مشاشنا، طاحوا ولادنا تريكبواتهم، ما خلاو كورتهم، ما خلاو ما داروا. الله يجعل فيهم البركه الى ما يجيو يصوبوا لنا هذه الحفره. نعم. وجو هنا زاروها جواد؟ ياه جا جواد، ومشينا لجواد تاع القياده وهضرنا معاه وقال لنا وراني الملف، وقال لي ها الملف ها هو، رحنا تنحاولوا نجيو. مشينا عند جواد، دخلت عند الرئيسه حتى هي قالت لي هي صبري، وحنا تنطلبوا الله المسؤولين وفي الله سبحانه الله وعشا الملك. نعم. بنسولك مهمتي دروكا بيتا تنعسوا انتم، واش انتم خايفين كل نهار؟ خايفين حنا خايفين، وما عندنا طواليطات، ما عندنا والو، حنا خايفين تنعسوا، خايفين وتنوضوا في خايفين. وليداتنا الا خرجوا تيخصنا نتبعوهم حتى يمشي ويبعدوا من الحفره، ونقول لهم عندكم لا تدوزوش من هنايا. ودرنا هاد البشط على ود الوليدات باش هما اللي درتوا. اياه ما درتوا لا جماعه ما درتوا حنا اللي درنا هاد البشط هذا باش تحميو، حنا اللي درناه باش نحمي ولادنا تيلعبوا لنا الكره في العشيه. راه ما تلقاش هنا درج تنبقى هي قاعده وتنحبس الدراري. سير وليدي عندكم 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 ولا اله الا الله. احنا مضرورين، احنا راه حنا مضرورين. انا كل ليله دروك ملي تكون لنا عسى مهمتي تنبقى تندخل. شادك الخوف؟ شادك الخوف؟ شادنا الخوف. تقول لي واش هاد الحفره كل هاد الحفره كل شويه غادي واقيلا تتطمر غادي غادي دابا ما حدها تنشف هما تيطيحوا الطروفه ديالها، هما تيطيحوا دوك الطروفه ديالها تيخلعوا حتى هما. وهذيك النهار كانت هنا عندي في باب الدار كان هي مشقوق، وهذيك النهار طاح تيسحبنا تاني حنا الدار نبات نزلات علينا. ما شاء الله. اي والله مالك الحمد وليدي عاش مولاي الحسن محمد السادس عاش الملك عاش الملك. راه حنا لا اله الا حنا مضرورين تنطلبوا المسؤولين يحنوا فينا ويشوفوا من حالنا. علاش ما بغوش يعمروا ولا يسدوا؟ شنو حنا ما قلنا ما قالوا لنا ما تيقولوا لكم ما وضحوا لكم ما وضحوا لنا ما قالوا لنا حتى حاجه، تيقولوا لك حنا بغينا نجيو وصافي. وجاو مني قرب العيد الكبير واحد جوج سيمانات جاو كاملين، جاني جواد وجات الرئيسه وكل شيء المسؤولين جاو وقالوا لنا صافي سيروا تيتسحبنا واش يدوز العيد ويكون خير. وشحال هذا باش داز العيد؟ جوج سيمانات ولا اكثر، ما كانش اللي جا عندنا ولا طلع علينا ولا سبل فينا. نعم. ايوا حنا تنطلبوا الله وليدي ان شاء الله يكون تنطلب خير، تنطلبوا الله وتنطلبوا الجماعه ان شاء الله يكون الله. خير ان شاء الله تنطلبوا الله وليدي يدير يحنوا فينا قلوبهم ما شاء الله.
وعشى محمد مولاي الحسن محمد السادس ثاني تنقول لي مولاي الحسن الله يرحمه ولي برحمه الله. ما شاء الله كان مولاي الحسن دابا كان مولاي الحسن تبارك الله مولاي الحسن ثاني تبارك الله الله يحفظه ويزيد نتالو الله يطول عمرك. هذا المشكل اللي تعيشوا انتم هنايا في دوار بوكزيره ايه كيفاش بدات هذه الحفره هذه كيفاش تبدا؟ راه وليدي الحفره ما كانتش الحفره ما عمرها كانت. قلت لك انا جيت هنا دروك عندي 80 كان طريق نهار جيت انا جيت لهنايا دروك عندي 80 وهاد البلاصه راه ما كاين فيها لا خطاره لا حتى حاجه لا دايزه للطريق هكا وغاديه ثاني اللي جاي من لي راه دايز لهاد الجهه ودايز لهاد الجهه ايوا هادشي اللي عطى الله حتى نعم. وفاش فاش هاد الحفره بدات واش بدات كبيره بحال هكا ولا غادي رزمات رزمات بهكا هكا نزلات نزلات هكا اللي نزلات نعم ملي نزلات نزلات هكا كامله ما شاء الله وما كان داير انا لا علامه لا والو هذه كانت طريق هذه طريق طريق لا طريق هذه لا طريق ولدي شنو الخوف اللي عندكم امي انتم دابا ورا خايفين عليها كلشي علاش خايفين على هذا الويدان وكلشي راه مسدود انت ما كاينش الواد الواد درك راه مسدود وكلشي ما شاء الله راه هادشي اللي عطى الله ولدي انت اخويا الواد فين حفرنا نعم. اه شوف حفرنا حفرنا حفره بين مخيول ونرجعوا بحالنا للدار حفرنا حفره اخويا قرب قرب الله يفتح عليك الحفره هذه اللي دروك اللي تفاجئتوا بها تفاجئنا اخويا كنا ما بينا ما علينا طابطت ديك الحفره ما عرفنا اخويا اش هذا الشيء مناش واخويا ما عينا ما نجريو ما خلينا فيه مشينا عند مسؤولين والو ما كاينش اللي رد لنا واللي جاوبنا مسؤول تيقول لي تيقول لك صبر احنا تندونوا هذا الشيء احنا تنتناقشوا على هذا الشيء احنا تنتفاهموا احنا بينا نجمعوا بيسينينا هذه الورقه بلاتي كل واحد تيصيفطك عند شي وشي حاجه ما شفناها يا خويا راه تقهرنا خرجوا لنا اخويا واحد القرار باش نفرغوا الدار ديالنا اخويا في بينا يمشيو قال لك سير كري باش بينا نكريو حنا هما حليلين مع المعيشه ما عندنا تمنى ناكلوا نهار مصورين ونهار ما مصورين يقول يا اخويا اش بينا نديرو اه لا لا يلاه تقهرنا حفرنا قعدنا تاعينا عبرنا حفره حاجه 6000 باش نقضيو الغرض حشومة كاع وحنا في 2023 واش هادشي اخويا لا اله الا الله تقهرنا ولا الا الناس تقهرنا واولادنا ولينا تنخافوا يخرجوا يلعبوا هنا ودابا اخويا لا هادي راه هبطتنا عاوتاني من هنا اش بينا نديرو من بينا نقولوا حمارنا مشى والله لا اله الا الله وصافي اخويا حنا مقهورين هنا وغادي تتعرض كانت صغيره وغادي تتعرض تتعرض شوف دابا اخويا فين وصلت هي دار عبد الحليم راه اخويا بالتربه ما بقى لنا والو للطرو تربه تنكون ناعس بالليل وتنقول الصباح محلاش نصبح شوف اش نصبح ولا ما نصبح ولا اله الا الله اخويا هذا لا تقهرنا وبغيت نقول اخويا المسؤولين الله يشوف من حالنا ويشوفوا من حال هاد الدراري الصغار ودابا اخويا نقعدوا حنا تيموت شي واحد هنا عادي بداو تنجريو ونطيحوا ونوض هذيك النهار جاي واحد السيد مكسيري ما عرف ما عرف كاع جاي تعطل هذا هاكو حنا درنا هذا انت اخويا انت تشوف حنا اللي درنا اخويا هاد الميكا اه انتوما اللي درتوا هاد الميكا حنا اخويا اللي درنا هاد الميكا ما كاين اخويا اللي باش نحميو الدراري الصغار نحميو وليداتنا هنا ونحميو واخا الناس اللي تيدوزو تيتمجي بنادم ما عرفش كاين هادي حفر تيسحب ما طلوا عليها ما داروا ما داروا لا بلاكا ما داروا لا جاو طلوا قال لك اسيدي صبروا عندنا صوروا هادشي الميزانيه دابا تخرج احنا تناقشوا فيها وشي ميزانيه ما شناها 3 شهور هادي اخويا اه بشهر 5 تقهرنا لا اله الا الله اكرينا شهرين وحنا كارين وراه ما كاين اللي يعطيك شي ريال وهزينا حوايجنا ومشينا حتى تقهرنا ورجعنا اخويا ولا اله الا الله قعدنا تاعينا حفرنا حفيره من ندوزو الماء ونغسلو المعينات واخويا تنطلبو من الله يشوف من حالنا وسيدنا والمسؤولين كاملهم وشكرا اخويا الله يحفظك مرحبا الله يصاوب من عنده الله يصاوب من عنده انتم ما تشوفوا يعني كما تشاهدوا معنا من خلال المباشر متتابعينا فحتى الناس مساكن يعني كلفوا نفوسهم انهم شراو هذه الميكه اللي تشوفوا معنا من خلال المباشر الان يعني شراو هذه الميكه كاين اللي تشوفوا معنا هما اللي دوروا وسيجوا هاد الحفره اللي تشوفوا معنا من خلال المباشر المتتبعين يعني باش يحميو الساكنه ديال الدوار المارين من هذا الطريق ويحميو حتى الوليدات الوليدات اللي تيخرجوا في العشيه تيحاولوا انهم يلعبوا كره القدم بقلب هذا الدوار هذا فتشوفوا هذه الحفره ما شاء نعم يعني الممر يعني الممر بالنسبه يعني المدارس كما تشوف عندك الشرف عندك فكما تتابع حنا تنحاولوا نجسفوا يعني تنحاولوا اننا
نقربكم اكثر اكثر من الامور، يعني تنعرفوا بانه هذا الشيء تيشكل عندنا خطر وتيشكل يعني بطبيعه الحال، ولكن هذا هو العمل ديالنا، عمل ديال قناه الشعب، قناه شوف تي في جميع المغاربه، فاحنا وهبنا نفوسنا الشعب المغربي بطبيعه الحال والملك محمد السادس ونصره الله يعني القائد الاعلى يعني لهذه المملكه هذه، لانه الامور ربما انه اذا كانوا المسؤولين تتغاضوا او انه كان اجراءات وترتيبات بخصوص اخراج قوانين فيما يخص هذا يعني التسيير وتدبير شؤون المواطنين على مستوى المملكه، فاحنا بدورنا يعني تقوموا بما يلزم باش اننا نوصلوا الصوت ديال المواطن المسؤول باش انه يتدخل. تنشوفوا تبارك الله يعني كان الصرف الصحي زيد اسيدي، نجي عندك نجي عندك انا يعني انا جاي عندك اسيدي انا جاي، فتشوفوا بانه الصرف الصحي دايز حتى في وسط مرض الحفره هذه، وهذا هو السؤال الكبير من خلال المباشر اخ بلاتي، فهذا هو السؤال الكبير ومطروح يعني شهرين تقريبا، شهرين وثلاث شهور ازيد من شهرين الان، وكاين شي تدخل ولو بسيط ديال المجلس حتى تسييج هذا المكان هذا، يعني ما كاينش واحد التدخل بلاتي صديقي، كاين الشقه هنايا ما شاء الله. اجي تفضل ما جمعه ولا العمله ولا حتى شي حد، تفضل تفضل معايا هنايا تفضل. مرحبا بك سيدي معنا. السلام عليكم، تحيه صباحيه للاذاعه ديال شوف تي في من دوار بوكديره تا سلطانت. تنوجه واحد الرساله لجميع المسؤولين يشوفوا بحالنا في هذه الحفره هذه اللي ازيد من شهرين دابا، هذه هي المره لا بالنسبه للناس اللي تيمشيو للممر، بالنسبه للناس اللي تيمشيو للمدرسه، بالنسبه اللي بغا يتقداو، بالنسبه للدكاكين اللي كاينين هنا تيوحلوا في الترونسبور اللي بغا يجيبوا الحليب ولا القهوه ولا البوطه ولا اي حاجه. هذا راه ماشي مشكل، هذا راه اكبر مشكل بالنسبه لنا احنا، لا بالنسبه للواد الحار ولا الماء الحلو ولا الالعاب اللي الدراري اللي تيخرجوا يلعبوا هنايا، تيلعبوا هنايا، هذا هو المنتنفس ديالهم. يعني هذا هو المكان اللي نقدروا نقولوا بانه مركز ديال الدوار. ماشي مركز، هذا راه دوار صغير. دوار صغير ما فيه والو، فيه غير 50 الخرق. وهذه البلاصه هذه ساكنين فيها 14 الناس. راهما باينين على رؤوس الاصابع. وكلهم هذول هي العائله. يعني فاش كان شي لقاء مع المسؤولين في الجماعه؟ كان لقاء مع المسؤولين مع السيده رئيسه الجامعه هي اللي كاينه. قالت لك هذا الشيء تابع للحوض المائي، ما تابعش لا الجامعه تا سلطنت ولا لا سميتو. مشينا النوبه الاولى، مشينا النوبه الثانيه، ما كاين حتى شي نتيجه الجواب. الرد شنو هو؟ بلاتي نشوفوا العمل اش قالت. نعم. وحدود الساعه هذا الشيء ما كاين حتى شي حل بالنسبه ما كاين اللي وانتم اللي سيجتوا، انتم اللي درتوا حنا اللي سيجنا هذا الشيء. هاد الناس وهاد الناس هما اللي سيجوا هاد الشيء. جبنا الحجر باش نسميتو، قال لك لا الا دار شي حاجه يتحمل المسؤوليه. لا قبل اش ها باش نردموها لروسنا حيت ما كاين اللي سميتو. ناض ملي جات الناس المسؤولين اللي جاو في الجامعه طلبوا من هاد الناس يخووا هنا ويفرغوا واحد المده شهر ولا شهرين بين ما سميتو. فرغوا هاد الناس، مشاو لبلايص اخرين كراو وقف عليهم الكرا في الشهر الاول وفي الشهر الثاني. ملي كملت شهرين الناس تخرات الله يكون في العوان، ها هي رجعت جابت الحوايج ديالها وراه عايشه في الضرر ما شاء الله. وماشي هي اللي عايشه في الضرر، الدوار كامل وعايش في الضرر. يعني ما كاينش اللي نضر الحال ديالنا. هذه ولا نقول هذه الحفره هذه ولا دروك بالنسبه لكم رعب تتشكل لكم. ماشي هي الرعب، ماشي هي هذه البؤره اللي كاينه، راه بؤر كاينه، كاينه بؤره اخرى ليه، بؤره ليه، هي هذه جات نتيجه على ديال كبرات تبارك الله. كل نهار تتمدد. ماشي هي كل نهار تتمدد، ما حدا تتنشف وهي غادي تتزاد تتزاد. يعني دروك شنو الخوف اللي عندكم انتم؟ ماشي عندنا الخوف، عندنا شي حاجه اكثر من الخوف. نعم. خص في الليل تبقى سميتو رد البال اللي يدوز شي حد، لا يدوز هادي لا يدوز هادي. هادشي راه ماشي اش نقول لك، الله يزيد اللي فيها الخير. يعني خص شي تدخل سريع ديال المسؤولين باش انه يكون شي حل نهائي لهاد الحفره. واش نقول لك؟ المسؤولين في راسهم. ولاني قاعدين في واحد السوبات. ناعسين ولا ميتين الله يعلم. هادشي اللي تيبان لي انايا. هما كون كانوا فايقين راه تيشوفوا هادشي كله. هذا هو الشيء اللي كاين. ايوا هادشي اللي كاين. يعني المسؤول خصو يتحرك. حنا هاد حنا هاد الشيء تنوجهوا للمسؤولين اللي ماشي ناعسين ميتين. نعم. لان كون كانوا ميتين كون كانوا حيين كون داروا معنا سميتو. وحنا هاد النداء كاملو باش نجيو من الاخر، هاد النداء تنوجهوه لصاحب الجلاله محمد السادس، الله ينصر سيدنا وعاش الملك، راه الملك فوق كل شيء. ايوا هادشي اللي كاين، الله يسر لكم وشكرا شو تي في. تبارك الله عليك الشيخ، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. اذا كانت الرساله واضحه من طرف هذا المواطن هذا المسؤولين، يعني كما تيقولوا على اللسان ديالهم كان هذا المسؤول او قدام هذه الحفره قدام الدارو كان دار لها حلول دار لها علاش يعني تستمر وتسد هذه الحفره هذه. فنتمنوا يعني المسؤول الاول اللي هو والي جهه مراكش اسفي وكذلك
تدخل يعني الحوض المائي ومجلس جمعيه السلطان باش انه يكون شي حل بالنسبه لهذه الحفره ديال ما شاء الله. هاد الناس هادو مساكين هما اللي داروا هاد السياج ديال الميكا باش انه يحموا الساكنه ويحموا الماره ويحموا كل شيء باش ما يكونش توقع شي كارثه، ولكن هما عايشين في وسط الكارثه لانه باش ما كما تيقول لك الشريف باش ما هاد الحفره تتنشف الا يعني الساس ديال الدرك ولا تيبان تشوفوا البوابه ديال المنزل اللي داخل المنزل. فما شاء الله الله يحسن العوان. فتنتمنى المسؤولين انه يكون شي تسريع القرار باش يخرج شي حل بالنسبه لهذه الحفره هذه بدوار بوكديره. جماعه السلطنه المقري نشكركم ونتمنىكم انكم تبارطاجوا قدر الامكان باش الرساله ديال ساكنه بوكديره دوار بوكديره جماعه السلطنه توصل لمن يهم الامر. شكرا لكم على حسن المتابعه، نتمنى اننا نلقاكم في مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.